تشوفوا تنقوموا بالنشاط ديال الغوص الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، وهذا النشاط هذا هو نشاط خاص بهذه الفئه، وكما تشوفوا تلقى واحد التجاوب كبير من ذوي الاطفال اللي عندهم اعاقه والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. الهدف منه هو علاج هاد الاطفال في هذه الرياضه الجديده، وكذلك هناك خصوصيه هي ان الغوص ذوي الاحتياج الخاصه خصو واحد المعرفه والالمام بالمجال من طرف الناس اللي عندهم المام بالاعاقه. عاد شويه عاد شويه صافي حيمي مزيان صافي مزيان صافي خليك هكا صافي هذا غادي نشدو مزيان الصحة ديالي ما تنفخوش شد 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 مزيان فوالا بلا تاكل بلا تاكل شوف يدك عد 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 سنان فوالا شوف يدك شوف يدك عد وقعد مشي انا عد التواجد ديالنا اليوم في هذا التظاهر اللي نظمتها جمعيه اوندي سبور برئاسه السيد بروفيسور المريني كانت تتخلى بمجموعه ديال الورشات حضرنا لها، ومن بين هذه الورشات كانت الورشه اللي اثرها السيد المريني اللي كتكلم على التصنيف الرياضي بالنسبه للاشخاص المعاقين، وكان درنا واحد الرياضه جديده بالنسبه للاشخاص الاشخاص المعاقين كنا شاركنا فيها كمشاركين، واليوم الثاني عاود كيتجلى جبنا الوليدات باش شاركوا في الغطس العوم، وكانت مجمل التظاهره الرياضيه كانت في المستوى، ونتمنى ان شاء الله مع هذه المشاركه باش تبقى الرياضه بصفه عامه بجهه الشرقيه، وبخصوص رياضه المعاقين باش ان شاء الله نكثفوا المشاركه ديالنا، ونتمنوا الخير للجمعيه تاع اوندي سبور، وان شاء الله هذه تكون مشاركات مكثفه ان شاء الله مستقبلا، وشكرا.
البارح كنا درنا ورشات بالنسبة لرياضة الإنقاذ المائي والتدخل الأولي. اليوم في هذه الصبيحة هذه جينا لهذا المسبح 16 أغشت باش نديرو دي باتيم. وهو واحد تقنية ديال الناس اللي أول مرة غادي يولجوا المسبح، فلهذه تقنية ديال الغوص، الغوص الترفيهي بالنسبة لذوي الحاجة الخاصة. فلهذا احنا الحمد لله هنا باش هاد الناس هاد الشريحة من المجتمع انها تعيش معنا الحادث اللي تنعيشه، فلهذا هما بحالنا بحالهم، غير واحد الالتفاتة تكون ليهم باش انهم تهما يكونوا معنا. فاحنا الحمد لله دائما تنواكبوا بحال مثل هاد التظاهرات وهاد الاعمال هذه، فالجامعة هي ديما عاطية اليد لجميع الجمعيات، فاحنا الحمد لله مجندين في هذا العمل الخيري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا جينا هنا لمدينه وجده باش نديروا واحد الدوره تحسيسيه لفائده الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، باش نعرفوهم يعني وباش نعيشهم انهم توما ممكن انهم توما ناس عاديين، ما كاين حتى شي فرق ما بين الانسان عنده مثلا واحد حاجه ناقصه واحد انسان عادي، انه حتى هو ممكن انه حتى هو يعيش هذيك اللحظه ديال انه يتنفس تحت الماء، وكذلك يحاول يلمس ويشد بيديه المعدات اللي كيشوفهم عن طريق يعني مثلا في التلفاز او في السينما، باش يحس بان هذا انه انسان عادي، وانه ممكن ان حتى حاجه ما تقدر تمنعه باش يمارس رياضه الغوص. تحت اشراف الجامعه تنشتغلوا في قطاع الغوص والانشطه التحتمائيه تحت اشراف عده لجان منبثقه من المكتب المديري تترأسه السيد رئيس الجامعه والاعضاء المشرفين على المكتب. كذلك هناك لجان كيف ما قلت لك منبثقه، هناك اللجنه الرياضيه تسهر على الرياضات التحتمائيه منها السباحه بالزعانف، الغوص الرياضي بالمسابح، التكسكسي بالسباكواتيك، الهوكي سباكواتيك، لابني، هذه مجموعه من الرياضات. كذلك هناك رياضه الانقاذ، هذه مجموعه من الرياضات اللي تنشرفوا عليها في اللجنه الرياضيه. الجامعه الملكيه المغربيه هي تحت الوصايه لوزاره الشباب والرياضه بطبيعه الحال، ولكن هناك كذلك لجنة اخرى منها اللجنه التقنيه اللي تتشرف على تنظيم وتاهيل وتاطير القطاع ديال الغوص بمختلف مراحله، من الشواهد ديال التاطير والتكوين الى الدبلومات العاليه ليسونس 3 اطوال. اذا المبتدئ تقطع اشواط من اجل التكوين ديالو حتى يحصل على الرخصه العاليه في الغوص. هناك بالنسبه للجامعه فهي منخرطه في الاتحاد الدولي للانشطه التحتمائيه لاكناس، و في هذا الاطار نظمت الجامعه في المجال الرياضي بطوله العالم للغوص لذوي الاحتياجات الخاصه النسخه الاولى، وكذلك نظمت بطوله العالم للغوص بالمسابح النسخه 14 بمدينه مراكش السنه الفارطه. هناك كذلك اللجنه العلميه اللي كتشرف على اللجنه العلميه تشرف على المجال العلمي التحتمائي، المجال البيولوجي التحتمائي، التراث المغمور اللي هو الثقافه التحتمائيه، وهناك كذلك مجال مهم اللي هو المحافظه على البيئه. كنا الجامعه الملكيه الوحيده اللي كانت حاضره بلا كوب 22 بمدينه مراكش في الحدث العالمي لنظموا بلدنا العزيز السنه الفارطه. كذلك هذا فيما يخص المجال او الشق العلمي. كاين لجان اخرى تتسهر على عده قطاعات، منها اللجنه النسويه، لجنه الاطفال، لجنه الشؤون القانونيه، اللجنه اللي كتهم ذوي الاحتياجات الخاصه، وهذا السبب ديال التواجد ديالنا اليوم بتنسيق مع اوندي سبور وجده تحت اشراف الدكتور العمري اللي هي منخرطه في الجامعه، تتبذل مجهودات كبيره في هذا الاطار. بالامس كنا حاضرين بكليه الطب والصيدله بوجده عند السيد عميد الكليه في الايام الدراسيه للانقاذ، وكذلك في الايام الدراسيه للغوص لذوي الاحتياجات الخاصه. اليوم هناك شق اجتماعي كتهتم به الجامعه وهو السبب الحضور ديالنا، الاساتذه الغوص لذوي الاحتياجات الخاصه اللي سبق لهم خذوا تكوين في هذا المجال، لما كيختلف على الغوص العادي عفوا، لان عنده
خصائص وتقنيات خاصة. الأساتذة ديالنا جينا باش نفرحوا مع هاد الوليدات، دوزوا واحد النهار مع هاد الوليدات اللي تستحقوا كل عناية، ووليداتنا كاملين هنا في هاد المنطقة الشرقية العزيزة. تنبغي نشكر السيد والي جهات وجدة سي معاد الجمعي على المجهودات ديالو والمساعدات ديالو، السيد رئيس مجلس الجهة، السيد رئيس مجلس وجدة، السلطات المحلية الأمن الوطني والقائم الدولية وزارة الصحة على المجهودات التي قاموا بها من أجل تبسيط هذا وتسهيل وإنجاح مثل هذه الأيام اللي تنشوفوا فيها الفرح ديال هذه الوليدات، وهذا هو المغزى واللي تيدل على أننا نجحنا كاملين في هذه المجهودات. كذلك تنبغي نشكر الصحافة المحلية على الاهتمام ديالها والحضور ديالها والتقدير ديالها لمثل هذه الأعمال النبيلة والخيرية اللي تيخصنا نستمروا فيها ونجتهدوا فيها جميعا. Approchez-vous.
لا 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 Thank you.
تم انا مدينه بني متال باش نشارك في اول تدارع افريقيا اللي فيها دي بروف اللي صراحه مزيانين بزاف. بالنسبه لي اول تجربه لي، اول مره انا بتحت الماء، يعني ما عرفش نهائيا شنو غندير شنو، وكانوا معنا وعاونونا مزيان وراونا شحال من حاجه وراونا التقنيات باش نهبطوا في الماء. بالنسبه لي تجربه مزيانه بزاف، ونتمنى الخير ان شاء الله وتعود مره اخرى في مناطق اخرى في مدن اخرى. صافي غير باش الفيديو صافي ما يبانش صافي هاي لا راه اورينتي لهذا باش منتصر في بلاصه صافي. لا
كيف كتشوفوا معنا احنا اليوم متواجدين بمسبح 16 غش بمدينة وجدة، وذلك في إطار الأيام الإفريقية للإنقاذ اللي نظمتها جمعية أوندي سبور وبشراكة مع كلية الطب والصيدلة بمدينة وجدة وجامعة محمد الأول. كيف كتشوفوا اليوم احنا قمنا بواحد عمليات برياضة الغوص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي هي من بين الأنشطة الرياضية اللي كتسهر على التنظيم ديالها الجمعية ديالنا. وكيف كتشوفوا الأجواء كانت اليوم جد رائعة، كانوا أطفال فرحانين، وهاد الجمعية ديالنا هي في صدد تطوير هاد الرياضة من أجل تكوين أبطال إن شاء الله في هاد المجال اللي غادي يشرفونا في داخل وخارج المملكة المغربية في بطولات عالمية إن شاء الله.